مش فيلا حلاوة بيل عن تابلي؟ أيوة، نقول له مين؟ لا هو الحقيقة ما يعرفنيش، قول له كمال. حاضر، اتفضل. هقول للمعلم. معلم مين؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا، حضرتك عايزنا؟ لا ما استناش، انا عايز حلاوة بيل عن تابلي. اهو احنا ابن حلاوة بيل عن تابلي. مش هنا نمرة ستة؟ اه. سيادتك حلاوة بيل عن تابلي؟ قلت لك اه، احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم، صادق صادق. لا مؤاخذة، حضرتك عندك بنت اسمها نورة؟ انت تعرف نورة؟ لا. ايوه ايوه يا فندم، انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم، احنا في كلية الطب مع بعض، هي كلية الطب. اه، اهلا وسهلا. خير؟ خير، اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة انا يشرفني يا عمي اني اتانس واطلب ايد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا، انا عايز اخطبها بس يا فندم، وبعدين يبقى الجواز ضمنا بعد كده في المستقبل. اه، انت قلت لي بتشتغل ايه؟ في كلية الطب. عميد، مدير، استاذ؟ لا يا عمي، اقل شويه، انا زي ما تقول كده زميلها. اه، تلميذ يعني؟ تقريبا. واهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مشغول جدا. صاحب املاك؟ نعم. يعني عندك أراضي، مصانع، عمارات؟ لا يا عم، احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل محضر. أنت سمعت على حلاوة العنتابلي؟ حلاوة العنتابلي مين يا فندم؟ احنا. لا، ما باخدش بالي، لا مؤاخذة، أصلي ما بقعدش على قهوة يعني. طب اخويا، احب اعرفك بقى بحلاوة بيه العنتابلي. احنا ولا فخر، مليونجي، عم جزرين، ملك اللحمة. عارف هي ايه اللحمة؟ اعرفها طشاش الحقيقة، يعني اخر مرة كان يوم 4 يوم 6، مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله، جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا، روح والدك. لا ده يا عمي، انت مش واخد بالك، ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه، يعني 180 جنيه في الشهر، ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم، بره. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك يا حاج تابلي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي. ولا انا عن تابلي. يلا، ده دي تتبعه. يا بابا، كلها كام سنه ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين؟ يا بابا ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض، ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، أنا دخلت كلية الطب عشان يقولوا حاجة واحدة بس، بنتك الدكتورة راحت، بنتك الدكتورة جت، إنما الظاهر أنا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجة لكل ده.
حصل ولا ما حصلش خلاص فينيتو. من بكره مش هتروح الكليه وانسى الدكتوره دي نهائي. عليا النعمه الدنيا اتقلبت بقى. الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمه جملي؟ بالك يا خميس. بالك النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش انما يا جماعه مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمه امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشه كنت اجوزها لك وهي الكسبانه. طب بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوه 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 طالعة من بقك زي الشهد. الله الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل والنبي لا توصل. هو الاناني امال يا دكتور. روق وتوصف ايتها حاجه والنبي انت حيل. ادخل يا فالح ما ناخدش من وراه غير قلة الراحة. كل سنة وانت طيب. قصدي بعود الأيام. بعود الأيام سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ أنا كويس أهو بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعملني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ يا هو يا خل تعالوا نشوف يا فندم جاني سكران. ايه لا يا عبده ما صاحش. الدنيا نهار الدنيا ليل والناس بتاكل الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر. يا عالم يا هو يا خل تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قلبي جاني سكران سكران. يا بابا ما صحش. نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ انت بس يا عبد الصمد افندي وصباح رباح. لا يمكن يا نهار ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني ايه لقمه القاضي يا خي؟ كده طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين عاوز باصي العيله بتوعهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي انا همشي خالص. انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا كمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه. اشمعنى انا يعني؟ شوف طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب. قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح. تلاقي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي موضوع كبير قوي. خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي ظبطوه مع مرات عويس. فجماعه عويس قتلت عم. وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان. اني اولهم؟ طب عمي وفلات اني ذنب ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا. هتفتحها ملجا يا خميس. السلام عليكم. خد. ايه؟ ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عزت سندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي اربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني خد مش عايز. خد يا جدع خد خليني اروح الكليه اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان سي كمان. أنا فاطمة الدادة اللي في بيت التنورة وبحت أنا عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. إيه؟ والنبي لا تيجي لحظة تجرى لها حاجة. طب وأبوها؟ إحنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني أوي يا كمان. وأنت كمان بس ما تعرطيش. كل حاجة وليها حل إن شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمة يا فاطمة. يا خبر أسود ونيل. بابا مين؟ بابا
بابا. ندى كانت بحمة. اروح فين؟ طيب هو يوم منيل من اوله، يوم منيل من اوله. فاطمة يا حول، الدهنة بسرعة. يا فاطمة ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل امان ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في القرار. انطع يا كلب. بلاش يا حبيبي، انا عهدي بيه رجل المعرور. انا هقتلك، انا هذبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وبعدها وكهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه تربيش الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيب يا ابني. تعالى يا بابا. سيبه سيبه. لازم اخلص عليه، لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوارتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا نلطم؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هنقعد نخبط على البيوت وما حدش يكسب. بس يا جدع بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هان نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد يطص وشه بشويه ميه. بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقصه دي بتاعت هاني ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يوم العشاء يا سي هاني يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا قلع عن ايام، بيدوني فلوس بالقطار. انما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. اصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع انت بالقبيه. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عدنا على امك وابوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد. معاكم في الجامعه؟ هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من عيله في 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي. حكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بغمه. الله، مش بقول الحقيقه؟ ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشط. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، السلام عليكم. انا اسف حقك عليا، ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه.
دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي اشربي عشان تنسي. يا دادا سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على أي حال مش وقته، المهم إنها لازم تستريح شوية. عن إذنكم. إذنك معاك يا دكتور. مالكش حق أبدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح. الواد ده اللي اسمه كمال. حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا واد الشير ده. كان هيضيع حالي في شربة مية الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيرة برضه. لكن انا هعرف اربيه واربي اهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بانواع مختلفه. تقدر تقول لي يا كمال ايه هي التايبس اوف هرنيا؟ التايبس اوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذة يا دكتور. تعال هنا الف. ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا انا شردة. انا يا معلمي. اوعى الف اوعى الف وهو. تعال يا اخويا. تعال يا اخويا كلم المعلم. هو على ايدك. ايه يا معلم؟ انا ايه يا ولد يا ولد؟ ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ وانا في بيتكم هنا. انا في ملك الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابسها ببدله؟ ثم الجامعه بتاعتك دي انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي. اوعى سيب ايدك. سيب ايدك. سيب ايدك. ايه يا كمال ده؟ مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يوميه. انما مش غريبه؟ ايه هي الغريبه؟ اللي كنت اللي تدوري عليه؟ ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس. دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق. لا ده في الكلية اهو وصل سبع البرومة. اهلا يا نهار. مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني. اصلك وحشته قوي. واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا. زي بعض وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكايه فيها ايه النبات؟ سايق اللي فيها شرف من ناحيه ومن ناحيه تانيه سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انتوا كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تضرب قنابل مسيله للدموع بالليل؟ ها؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي. جيت على طول. انا بعت لك؟ الاجريه انهار. انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده. ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر. ده مين اللي بيرزع ده؟ اوعى من سكته. خش فرده وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال. ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضرة المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده يا معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك
ايوه اختي جاي اخطب بنتي، واخره المتمه اروح الاقي مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب على شرده. ماشي يا معلمي. استنى عندك انت وهو. فيها انا مش وقت، انا لما شفتك جبت البوليس. فضل عالظابط ده يتهجم علينا بيه؟ ده يضربني هو الناس اللي معاه، واتعرض لي قبل كده في الكليه. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه. مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا حضرة الظابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان. انا اللي ابني مش متربي. يا بابا امشي اخرج بره. انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شلة. يلا رجالة. عن اذنك يا حضرة الظابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضرة الظابط. مع السلامة يا فندم. ايه ده؟ مالك يا انهار؟